مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 19 والصغرى 10، الإسكندرية 17-11، مطروح 16-11، سيوة 18-10، بورسعيد 20-10، دمياط 18-11، الإسماعيلية 19-11 والسويس 20-11. العريش العظمى فيها 19 والصغرى 10، طابة 23-16، كاترين 17-7، شرم الشيخ 25-14، الغردقة 25-14، الفيوم 19-10، بني سويف 20-10، والمنيا 21-10. درجات الحرارة أكثر ارتفاعاً في الصعيد في الصباح، ولكن في المساء بنلاقي درجات الحرارة بتبقى شديدة الانخفاض على الوجه القبلي. أسيوط درجة الحرارة العظمى فيها 22 والصغرى 11، سوهاج 23-11، قنا 24-12، الأقصر 25-13، أسوان 28-15، الوادي الجديد 23-12، شلاتين 26-14، أما حلايب العظمى فيها 29 والصغرى 15. قلنا مع حضراتكم بيان مبدئي بدرجات الحرارة، استعرضنا في درجات الحرارة المختلفة في المدن الرئيسية في محافظات مصر. خلينا نرجع لهدير وشاذلي نستكمل باقي فقراتنا. اتفضل يا شاذلي واتفضل يا هدير. شكرا لك يا منى.